من بعض رفقاء السوء، هل هذا من الغيبة وذكر حالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحذير من جلساء السوء ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت ليس قصدك تنقص الشخص، وإنما قصدك تحذير أخيك من أن يتأثر بهذا الشخص. هذا من النصيحة. نعم.